السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد في لقاء مع قناة الأودي و تي تي. هاد الكوارث والمصائب اللي كنشوفوها في مغربنا الشقيق، يعني هذا غير الرويس الجبل الجليد. كما كتعرفوا دابا داك الجبل ديال الجليد ملي كيكون في البحر كيكون واحد الرويس كيطل، ولكن العمق ديالو الجذور ديالو لا يتخيلها احد. هذه هي بالضبط شنو واقع في المغرب. فقبل ما ندخلوا في الموضوع ديال هاد المساقط ولا العصابه اللي غاديه وكتكبر دابا، غنجبد لكم واحد شويه التاريخ، الا وهو الكوميسير الحاج ثابت. ردوا، الحاج ثابت، الحاجه لطيفه رأفت، الحاجه الحمدويه. دائما المفسدين كيديروا لهم القاب باش يشوهوا ديك العناوين ديال الاسلام. فملي كتسمع الحاجه لطيفه رأفت، فالحاجه في المفهوم الشعبي المخيال الشعبي ديال المغاربه، الحاجه هي الباترون ديال البورديل، فهمتي؟ يعني الخبر في راسكم. فهاد الحاج الكوميسير ثابت في التسعينات، يعني كان في كازا، قصة مشهورة بالمختصر المفيد، أن كل ما كان شي وحدة جات زوينة باغا تخرج شي ورقة الباسبور، شي ورقة إدارية، كيضغط عليها وكيديها للدار صحة. الدار تما كيمارس عليها شتى أنواع الشذوذ الجنسي والجرائد. هضرات على هادشي في داك الوقت وما إلى ذلك. في داك الوقت ما كان لا واتساب لا تواصل اجتماعي، ما كانش هذا التطور التكنولوجي بحال دابا. فكانت المرأة مسكينة ولا ملي كيديها ما عارفاش داكشي ديال علوم الفواحش، فكيقول لها ديري وديري، يعني بوزيشن يعني وضعية. كتقول له كيفاش؟ كيقول لها بحال اللي ساجدة، ما كتعرفيش تسجدي واش ما كتصليش، ديري بحال اللي راكعة، ديري بحال اللي ساجدة. لهذ الدرجة كان يهين المغربيات الشريفات. وطرقات الرمانة أن شي وحدة تسجعات وهضرات، شي وحدة تسجعات وهضرات، إيوا ديك الساعة تعتقل. فملي تعتقل عنده فيديوهات، عاود كان داير الكاميرات في الدار وكيجيب الشخصيات وداكشي وكيسجلهم، كما دار هاد المجرم ديال سعيد الناصري البرلماني ديال جهة الشرق اللي من حزب تراكتور. هاد التراكتور هذا اللي فسد الحياة السياسية في المغرب كما تعلمون، كيسجلهم هاد سعيد الناصري. والقوادة هي لطيفة الفاسقة رأفت، كما كتعرفوا الخبر في راسكم. هادشي اللي كان كيدير المجرم الكوميسير ثابت. فهاد الفساد الإداري والفساد ديال المسؤولين راه قديم، ماشي جديد، راه ماشي شي حاجة جديدة. فالمهم أثناء المحاكمة ديال الكوميسير ثابت كيجيو الفيديوهات، القضاء كيشوفوا، القضاة كيشوفوا، كيتفرجوا، بداو كيبانوا شي رويصات في دوك الفيديوهات. رويصات يمكن غيوصل للطبقة المخملية الفوق، فهمتي؟ ماشي غير الضباط ولا كبار الضباط، شي حاجة خايبة. اشنو داروا ليه؟ حكموه بالإعدام ونفذوا الإعدام كما كيقولوا بلغة ماما فرنسا سيغ بلاس، نفذوا فيه الإعدام. بينما حنا كنعرفوا الإعدام اللي كيتحكم به بنادم كيتلاح في الحبس وكيبقى 5 سنين 10 سنين 15 عام، شي شوية كيتحول لمؤبد، مورا المؤبد التخفيض وكيخرج كاهل عجوز. هذا لا، الإعدام التنفيذ. علاش؟ باش يقطعوا راس الخيط وما يبقاوش يتجبدوا شي وحدين. هذا سعيد الناصري، هذا المدخول ماشي بعيد غيديروا ليه شي تسمم داخل السجن ولا شي لعيبه ويصفيوها له، لان ما كاينش كيفاش يحكموا عليه بالاعدام وينفذوا فيه. خصوصا دابا يعني المنتظم الدولي غيستنكر الى اخره. فغادي ماشي بعيد يشوفوا شي حل باش يصفيوا عليه، ولو عن طريق التسمم او التسميم او شي مجرم يقتلوا تما شي حاجه، ماشي بعيد غيديروا عليه باش يوقفوا داكشي اللي غادي يبينوا في التسجيلات. لان دابا فؤاد واطي الهمه راه كينقنقوا عليه، داك الياس العماري راه حتى هو، وهبي اللي قال لك التقاشر ديالكم كنعرفهم شنو فيهم، دابا كيقول لك ما عارف والو ما في خباروش. شوف على تناقضات صاحب من تحتها، غنفكوا المساله من تحتها. شو على وزير العدل قال لك من تحتها داكشي الهضره ولا السلاقط، هاد وهبي هذا قال لك التقاشر ديالكم اللي كتلبسهم كيعرفهم، ولكن في هذه الناحيه قال لك ما عارف والو. فهمت السطه،
هاد العصابه الاجراميه هادي ضروري غادي تجبد من خلال دوك الفيديوهات اللي عندهم مسجلين الصوت. ونتمنى ما يكونش داك الشيء حاطو غير في شي مركز واحد، يعني المفروض يكون حاط هالفيديو في اماكن مختلفه وعند شي اصدقاء، باش تلات خطفات شي حاجه وتغبرات تبقى في الجهه الاخرى. وكنظن هو الحرامي راه عارف المسائل هذه. بعض الناس كيستغربوا في المكالمات اللي شافوها كيفاش كان كيهضر مع الحاج او الحاج المالي مول المخدرات، شوف تو عاطينو اللقب ديال الحاج، ديما فين ما كان شي مفسد الحاج ثابت، الحاج الفاسق رأفت، الحاج المالي عمر ما نعرف مول البارون المخدرات اسكوبار، كان كيهضر معاه في التليفون بالفيكس. راكم شفتوا المسائل اللي خرجت في الجرائد، اسكوبار كيقول له البعيوي فلوسي ما فلوسي طاطا مليار 3 4 10 ما نعرف اشنو كيقول له صاحبنا سعيد الناصري في التليفون في الفيكس عباد الله، كيقول له قتلو، يعني كيقول له قتل البعيوي. واش الناصيري هذا المسخوط ما عارفش راه داك الشيء مسجل وراه كيتابع؟ عارف راه ماشي دري صغير، ولكن راه كان عنده البوفوار، يعني السيد بالمصطلح ديالنا حنا الشعباوي في الزنقه واصل، يعني واصل منو لهذوك، يعني كيعوم مع الحيتان الكبيره. كتعرف الحيتان الكبيره والحيتان الصغيره هو راه من القرش الابيض والقرش الازرق، حتى واحد ما يقدر له. هكذا توهم كيقول الاخر قتلو في التليفون هكا، يعني تصوروا واش هذه كيقبل العقل، باش تعرفوا الناس وصلت لواحد الدرجه ديال الطغيان لا تتصور. فالفكره اللي بغيت نقول لكم، هاد ثابت كوميسير، وراه ماشي ملي تقتل كوميسير ولا تعدم راه انتهى الفساد، يعني بالفساد راه مستشرف الدوله، وهما دابا بانوا البرلمانيين وزراء متهمين. كتعرفوا داك الهبيل ديال حميد شباط ديال الاستقلال شنو قال شحال هادي، قال لك يا ودي راه هذاك الحزب راه مالي المخدرات، وهضر على صديق الملك يعني بها فؤاد واطي الهمه، وهضر على الياس العمري. الغريب في الامر انا اللي بغيت تفهم ليا علاش النيابه ما استدعاتوش باش تحقق معاه في القذف. كيفاش كتقذف شخصيات كبيره وكتقول الحشيش من الحشيش وكتهم حزب كذا ما نعرف افساد الحياه، كيفاش ما قدروش يستدعيوه ويستنطقوه؟ علاش السكوت علامه الرضا؟ معناها داكشي راه كاين، حنا ما باغيش نفيقوا من القلبه. هادو من الحوايج اللي خاص بنادم يركز فيهم ما امكن. راه شخصيات كبيره وازنه غادي تجبد في هذا الملف هذا. المهم خلينا من هادشي كامل ونرجعوا للصلب او للعمق ديال هاد الكوارث هادي. دابا علاش بنادم عنده يتحرق ما يتم وماشي للمخدرات والتجار في البشر والروينه؟ حتى ديك سليفانه ديال الدنيا باطمه راه بداو يدقوا على ربحه الوز تاع زاقل، واخا عنده وسام فارسه ديال ركوب الاخبار في راسكم، يعني ماشي الفروسيه ديال المحمود علي. ان شاء الله تمشي البريقه باش على الاقل نبردوا شويه على القلوب ديالنا، فهمتي؟ لان راه قهرون هاد الناس هادو. فعلاش بنادم عنده يتحرق ما يتم ومع ذلك ما كيقناش؟ ها هنا في بيت القصيد اللي خصنا نفكروا فيه ونتاملوا فيه جيدا، ان هاد الناس هادو مقطعين العلاقه مع سيدي ربي بالمختصر المفيد. هادو مقطعين الحبال بينهم وبين الله. راه يستحيل تصوروا هاد المسخوط هذا ديال سعيد الناصري صاحبو البعيو، كان مجوج بشي وحده وبغى يطلقها، ولكن خصو يدي له الدراري، خصو يدي ليها الدراري. شفتوا القصه الكارثه هذا؟ شو راهو كيصلي دابا، شو تصوروا بنادم في الجامع كيصلي، واش ابليس واش اشنا هو؟ اشنا المخطط اللي عطى البعيو؟ قال له سهله، جيب مشي عيط عليها تجي للفيلا كذا كذا. وفي الاخر جاب واحد كراو واحد دخلوا من الباب الوراني، اه. وفي الاخر الاخر نعس مع مراته في الصباح قال غادي نقضي شي غرض طط، خرج هذاك اللي كان جابوه للفيلا عنده عريان وداك الشيء، رجع الاخر بالتوقيت، يعني رجع حل كيلقى مع راجل عريان، هي كتغوز ما هذا اشنو هذا اشنو، حطوا على الباطل داوا الكوميساريه الخيانه الزوجيه باش يحيدوا ليها ولادها. واش
دابا هذا اللي كيصلي ودير هذا المخطط واش فعلا كيامن بالله؟ هذه الاسئله اللي خصنا نطرحوها، هذا الشيء هو اللي خصنا نتسائلوا فيه. راه ماشي كل واحد شفتوه داير جلابه بيضاء وطربوش بيض، راه حتى ازولاي كيلبس طربوش احمر وجلابه بيضاء وبلغه صفراء، لا ولكن واش كيامن محمد بالقران؟ لا. وقس على ذلك عصابات اجراميه يعني بغاو يغبروا الاخرى الشقف ويديو لاولادها على ان تفضح هذه القضيه، لان الكاميرا وداك الشيء مشات في حاله الاوروبا، ملي مشات لاوروبا وملي تشدها البعيوي جات وادات بتصاريح وفضحات ومغبرات البوم الشقف، يعني زادت شهادات في واحد الشواهد اللي ما عندها لا اول ولا اخر. هذا غيض من فيض. اللي بغيت نقول لكم راه الانسان اللي كيبعد على الطريق ديال الله سبحانه وتعالى راه كيولي ابليس، كيولي شيطان، كيولي مجرم حرامي مطرق محترف، ما كيبقاش يقنع، كيولي باغي يمتلك الدنيا كامله ويمتلك العيلات كاملين ويمتلك الاموال ديال عباد الله كامله، كيولي مجرم كيمشي على الارض. فلذلك هاد المسؤولين هادو راه ما يمكنش يتصلحوا الا الشعب فاق ورجع للهويه والتاريخ ديالو والدين ديالو وبدا يركز يختار شي وحدين اللي عندهم العلاقه مع الله سبحانه وتعالى. هادو واش كاينين ولا ما كاينينش؟ كاينين، ولكنهم محاربون منبوذون مبعدون، يعني القصه طويله صعيب باش ندخلوا في التفاصيل ونشرحوها. ارجو ان تكون الصوره واضحه. وهاد سعيد الناصر راه بحال والو يغبروا ليه الشقف، يا اما تسمم يا اما اغتيال الداخل باش يقضوا على ذوك الفيديوهات وما يتجبدوش الرويصات الكبارين. هذا هو اللي كنخافوا منه. والى اللقاء في حلقه قادمه.